السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. إخواني وأخواتي، هذه رسالتي وشكر خاص إلى كل من قدم خيرا، نصحا، توجيها، مساعدة، سواء سرا أو علانية، للراقي المغربي نعيم ربيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وأريد أن أقول لكل أخ ولكل أخت: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أريد إن شاء الله تعالى أن نسير بهذا الميدان ونرتقي به من الحسن إلى الأحسن، وأن يوفقنا الله جل وعلا لدحض الخرافات والبدعيات والشركيات والكفريات، وأن نبين للناس عامة وللمسلمين خاصة أهمية القرآن، ونراعي أمورا تأخذ بالناس إلى هذا العلم وإلى هذا المجال، الجانب الدعوي والجانب الخلقي. فكما يرى المتبع ويرى المشاهد أن حريصين على وضع لبنات هامة جدا بعيدة عن كل ما من شأنه أن يزعزع ثقة الناس بكلام ربهم وسنة نبيهم، خاصة في هذا المجال، بعيدين عن كل ما علق في الأفهام حول مجال الصرع والجن والعين والحسد والسحر من أمور تصاحبها الغلظة والقسوة والضرب والصعق وما شابه. وكلامنا هذا لا يعني أن ننفي أن هناك ضرب، فعلماء كبار أجازوا ذلك بضوابط شرعية للضرورة القصوى، وهذا المجال تحكمه بفضل الله عز وجل الخبرة والتجربة، ويبقى الضابط الأول هو الشرع. حتى الاجتهاد لا بد أن لا يخالف الشرع، والحمد لله. إذا أريد من أحبابي وإخواني وأخواتي في كل بلد، في كل مدينة، في كل منطقة، أن نزداد ونزيد بفضل الله عز وجل في الاجتهاد للتعريف بالرقية عامة وبالقناة خاصة، حتى تصل هذه المقاطع. إذا كنت أنت غنمت بهذا الخير فغيرك لا زال يقبع في الجهل، ربما مريض أو يشتكي. لا يعني هذا أننا ندعو إليها من أجل أن يأتي إلينا الناس، وإنما أن يتعالج بها الناس، هذا خير، في بيوتهم، في بلدانهم، بين ذويهم، ونصبح عندهم ثقافة بفضل الله تعالى وعلم في هذا المجال، حتى يبتعدوا عن السحر والشرك والكفر. وحتى من ضاق بهم الخناق بالأمراض والجن والشياطين يعرفوا طريقا آخر بإذن الله فيه البلسم والدواء، ألا وهو القرآن والرقية الشرعية. إذا إن شاء الله في هناك أخوات ما شاء الله، لأن أقول أنا لا يعني أشترك في المجموعات ولا أشارك في المجموعات للأمانة، حتى المقاطع توضع عادية، القناة ليس فيها دلالات كي تخرج القناة مع الفنانين والمغنيين، هذه كلمات يعرفها المتبعين خاصة في الإعلاميات، يعني حتى يشهروا القناة والمقاطع ويصبح عندهم مشاهدة كثيرة. أنا كل باحث متخصص في هذا المجال يجد قناتي ليس فيها هذه الكلمات أبدا. نحن نسير وفق الشرع، ونسأل الله أن يوفقنا للخير. نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويرحم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوفق جميع الإخوة الأفاضل.
فلهذا المقاطع حاولوا أن تضعوها في المجموعات، تضعوها في المواقع، في الجرائد، أن تضعوها ما استطعت إليك سبيلا، المكان الذي يعني ترى نفسك تقدر أن تضع فيه القناة والمقاطع. لا تبخل، لأنه في ميزان حسناتك، فالقناة لا تحمل إلا الشرع بفضل الله عز وجل، وعظا وبيانا وتوجيها للكبير والصغير، للذكر والأنثى، للمسلم وغير المسلم، للإنس وللجن. فأسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يوفقنا جميعا لطاعته. إذا أحبابي وإخواني، حاولوا أن تضعوا هذه القناة في، سواء على الفيسبوك، سواء على الواتساب، سواء في مدونات، في المجموعات، في المواقع، في أي مكان تصل، ترى أنك ستوصل هذه الرسالة. لا تبخل باشتراك، لا تبخل بمشاركة، لأن هذا سوف يدعم القناة ويعني يجعلها تصل إلى ناس ربما لم يعرفوها من قبل، وربما تكون سببا في شفائهم وهداية من فيهم أو هدايتهم كذلك، وهذا في ميزان حسناتك، الدال على الخير كفاعله. فأسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل هذه المقاطع التي نضع صدقة جارية لنا بالخير في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا الله بها ونحن أحياء، وأن ينفعنا الله بها ونحن أموات. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأسأل جل وعلا أن يشفي كل مريض. أسأل الله تعالى أن يشفي كل مبتلى، وأن يعافي كل مبتلى، أن يشفي كل مريض. اللهم ارفع البلاء، وارفع الداء، وارفع السقم. اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم، اشفنا بشفائك ودوي دوائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.